اللاعب الثاني أمامية حلوة قوي من صلاح أمين، والتسديدة لمحمد فاروق لسه فيها خطورة، لسه فيها خطورة، واتلعبت عرضية وممكن جول. يا فرصة مؤكدة من جدو. يا مش ممكن، مش ممكن جدو. طبعا أكيد الإصابة بتاعة الرباط الصليبي، لسه كنا بنتكلم على الرباط الصليبي والإصابات اللي أثرت. خد الإصابة ديت صلاح أمين. بص الكرة راجعة، هي دي الكرات اللي كان بيتألق فيها جدو. بص محمد فاروق عملها ايه بالمقاس، عادلها وباصص وشايف مين طارق حامد غيابات، انما عادل جمعه، محمد ابراهيم، واحمد حسن مكي، ومحمد سالم، وباسم مرسي، كل دول عايز ياكد وجوده وجدارته باللعب قدام المدير الفني بتاعه، مدير فني جديد. حتى في فتره الاجازه خد اجازه توقف الكوره. ادي هنا محاوله، يعني المحاولات والضغط بالتصويب، انما الحارس بيطلع ببراعه. العالم يعني صخرة الدفاع، الكماشة السوداء، كان لعيب ممتاز. ادي هنا بيقول ايه، بيقول العب، وادي عمرو جمال، وبيوسع لنفسه عمرو، وبيوسع لنفسه، والتصويبه بيقول له ايه، بيقول له هو يعني كل واحد مدد ايديه وبيضرب كف بكف، بيقول له في ايه وفي ايه. طبعا عمرو جمال عشان يعني اللعيبه ذكاء اللاعبين. ادي هو انطلق والراجل رافع الرايه وكملت الكوره واري ممكن معاها. ادي هنا الصدام اللي حصل مع محمد احمد حسن، الشيخ محمد اداله ضربه حره، انما عمرو جمال عمل نفسه ما سمعش حاجه وكمل وراح وسدد في الشباك الخارجي. ممكن يلاقي نفسه في الدور قبل النهائي، يعني بطوله صعبه. ودي كوره خطيره، يا صلاح عاشور فين؟ بينه وبين المرمى امتار. يا مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. يا ادي الضربه الراسيه، بصوا راحت فين، بصوا فين، بصوا فين، بصوا صلاح عاشور فين. مش ممكن، مش ممكن. ولكن هيثم محمد بالمرصاد، هيثم محمد بالمرصاد وقع على الارض اهو. خرج محمد هلال، التغيير الثالث في وادي دجله، ونزول اسلام صالح. يبقى كده غير ثلاث تغييرات، خرج جونيور مبوكو ونزل محمد شريف، وخرج حسام عرفات ولعب مالودة، والتغيير الثالث اللي قدامنا صلاح عاشور يهدر فرصة ذهبية. ادي كابتن خالد متولي، طبعا واضح على عينيه يعني الفرصة المهدرة الغريبة اللي ضيعها صلاح عاشور. في مباراة اتلتيكو مدريد والبايرن فات تقريبا 62 دقيقة، يعني 17 دقيقة من الشوط الثاني، ولا زالت النتيجة تقدم اتلتيكو مدريد 1-0 بالهدف اللي جابه ساؤول نجويز في الدقيقة 11 من احداث اللقاء. فوز اتلتيكو بعد تعادل الريال امبارح امام المان سيتي يقرب جدا من نهائي مدريدي خالص للمرة الثانية في 3 سنوات. لكن كل شيء ممكن يحصل في كرة القدم، وارد جدا البايرن يعوض الخسارة، حتى لو خسر النهاردة او يتعادل النهاردة يقرب. واقع لسه هيثم بضربة رأسية برضو لا يسأل عنها حارس مرمى بتروجيت، وادي كرة خطيرة، وهو جول، هو جول، وينقذ الحارس، ينقذ الحارس. لسه تاني، لسه تاني ناحية اليمين، العرضية جميلة من محمود شعبان، إنما فرصة انفراد كانت تخلص الماتش، فرصة انفراد كانت تخلص الماتش. يا الاتحاد صورة تانية وشكل تاني خالص في الشوط التاني. ادي مرة تانية اهي احمد جعفر، وهيسدد تسديدة بعيدة عن المرمى خارج الملعب بره اوت. احمد جعفر النهارده فرصتين ثلاثه كانوا ممكن يقلبوا موازين المباراه، وبالذات الانفراد اللي ضيعه، والكره لسه 1-0. ادي كره اهي كان ممكن يحطها احسن من كده بكتير، ولكن عاليه خارج الملعب بره اوت. بصوا الانفراد الجميل ده، بصوا الانفراد ده اهو اهو اهو. علي اداري واحمد سيد اخصائي، وهنشوف الضربه الحره المباشره للنادي المصري البورسعيدي من نص ملعب الداخليه. كله بيتكلم، كله بيدور
بالقدم اليسرى داخل منطقة 18، والرأسية يا ولد من العارضة، من العارضة فرصة رائعة وهدف كان يمكن أن يكون قص شريط التهديف، إنما كرة حلوة 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 مع الجملة الأخيرة الجميلة اللي عملها أحمد أيمن منصور. شوف مرة تانية، أدي القدم اليسرى وأدي الكرة عالية والضربة الرأسية فين؟ في السوكة، بترد لجوه، إنما الكرة أحمد أيمن منصور بالضربة الرأسية، هو اللي عمل الضربة الرأسية اهو، ده الاخيره وادي اهو وليد بدر طبعا الراجل معاه حق، دي كره جول مع الدقيقه 8 كانت تفرق كتير، تحط يعني تفض الاشتباك مبكرا وتحط نقطه البدايه كده للسيطره كواكو مانسو تمريرات بيوصلوا والكره من رجل لرجل كده ومعديه وباولو يا ولد يا حسام يا باولو، الكرة دي لو مش مهاجم متميز ما يعملش فيها اللي عمله حسام باولو ده، الكرة ميتة. بصوا داخل معاه كام واحد، أربع لعيبة من النادي الأهلي أهو، أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، أهم الأربعة قدامكم، ورغم ذلك عرف يتصرف في الكرة. يا ولد يا حسام يا باولو، الله على اللعبة دي، كرة جميلة جميلة جميلة. مرة تانية تطلع الكرة ماني حلواني ينقلها على الأرض على طول، الكرات كلها لأحمد رفعت تتلعب على طول، هات وخد، عايز ياخدها كان ممكن ياخدها لنفسه ويخترق بمهارته المعروفة، أدي الحلواني والعرضية وكان عايز يقابلها عبد الظاهر، وأدي تسديدة حلوة جدا من ماريو مارتينيز، اليسرى الرائعة لماريو مارتينيز اللي سجل بيها أهداف عديدة هذا الموسم، مسجل هدفين في الدوري في المقاولين بالقدم اليسرى بتاعته ديت اللي عاملة زي الكرباك كده، ومسجل هدف في بطولة أفريقيا في مرمى مونانا، وكان هذا الهدف هو وراء امتداد المباراة إلى ركلات الترجيح، لكن للأسف خرج إمبي بركلات الترجيح 5-4 أمام مونانا الجابوني، وكان جايب هو جول أيضا في الكاس في مرمى وادي دجلة في المباراة اللي نقلناها لحضراتكم عبر شاشة قناة النهار، وكان أيضا بقدم يسرى. إذا القدم اليسرى لماريو مارتينيز سجلت 4 أهداف لنادي إمبي في 3 بطولات هذا الموسم، 2 دوري هذا الموسم. أدي مرة تانية الكرة تتلعب على طول وفي فاول لصالح محمد عادل عبد الفضيل، أهو محمد عادل عدى وادي الفاول معاه، ضربة حرة مباشرة لنادي الاتحاد السكندري، لعبت على طول عرضية يشتتها كده كانت توصل خطيرة، والتسديدة يا كورة خطيرة جدا جدا الألفي اللي لسه نازل، شوفوا الكورة، ادي الخطأ اللي عمله علي جبر، صلح الكورة للألفي اللي حطها بالقدم اليسرى، تسرع فيها شوية، على فكرة كانت السكة قدامه مفتوحة لأن دفاع الزمالك ما كانش في حد مغطي في الجبهة اليمنى، بص اهو لو كمل شوية كان ممكن يعدل الكورة أكتر ويسدد أفضل من كده، لكن تطلع الكورة بره قوي. إذا فرصة هنا وفرصة هنا، فوق مغطي وليد حسام غالي، خدها تاني وليد سليمان، لعبها تمريرة بينية، مروان محسن عدل على القدم اليسرى، مش ممكن، يا راجل يا مؤمن يا زكريا، بيقول لا خلاص انا مش مكتوب لي اجيب جول النهارده، انما مروان محسن كان ممكن يخش بالكره ديت لولا ان هو عمل انكار ذات يعني الحقيقه يستحق الثناء، وحطها بدل ما هو كان في امكانه يسجل بنسبه 90% حطها للقادم من الخلف، مؤمن زكريا اللي كان ممكن يسجل بنسبه 99% يهدر فرصه محققه، مؤمن زكريا مش ماشيه مع مؤمن زكريا بقى لها كام ماتش، انما